الصابون تفسد شعري. أجل! هاي، هل رأى أحدكم تويلايت؟ أنا هنا، كنت سأقوم بمراجعة الأرقام. هل جمعنا مالاً كافياً لإصلاح مخيم إيفرفري؟ لقد جمعنا النصف فقط. كنت بعد النقود 4 مرات للتأكيد. لا بأس، لنقوم بغسل السيارات. إننا فقدنا بعضهم. أظن أنه علينا أن نفكر في خطة أخرى. لكن الوقت ينفذ منا. آخر موعد لجمع التبرعات هو الأسبوع القادم، وبينكي باي تبيع المخبوزات. تويلايت وفلاترشاي يعتنوا بالكلاب. سانست شيمر وأنا نغسل السيارات. لا تقلقوا يا أعزائي، حان دوري لابتكار خطة، ولدي بالفعل شيء أفكر فيه. أكثر نشاط مربح لجمع التبرعات. فرصتنا للمقاومة. الآن نتكلم، ما هي خطتك؟ قابلوني في غرفة الموسيقى لاحقاً وسأشرح لكم. أها. ليس لديك خطة. كيف علمت؟ سحر الموسيقى. اللعنة! 3 ساعات ولا أجد فكرة مريحة لجمع التبرعات. عادة كان التسوق يلهمني. هل أنت موسيقية؟ أيحب أصدقائك الرقص؟ أجل! هل أنت مميزة؟ أجل 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 وواضح. أتريدين الفوز بجائزة مالية؟ أجل. التحقي بمسابقة مول سنترلود، فرصة لوثبة. كل ما تحتاجين إدخاله هو فيديو موسيقي لأغنيتك ورقصك المميز، ثم يمكنك شك طريقك نحو الجائزة. سجل الآن داخل الكشك. حتما سوف نفوز. يا لها من مفاجأة لطيفة! ليست كذلك. ساور سويت ساني فلير، مر وقت طويل منذ... كانت 4 أشهر منذ ألعاب الصداقة. أوه حقاً؟ كيف أحوال كريستال الإعدادية؟ الأحوال في ألف كي لم تكن جيدة منذ تولت المديرة كيدنس الأمور. أجل، ستجعلنا نقيم حفل الربيع في البخت فقط إن جمعنا المال. أوه، يبدو مذهلاً. ستقومين بالتسجيل من أجل المسابقة أيضاً؟ بالفعل. هل ستسجلون في المسابقة؟ نحن لسنا هنا لأننا نريد الوقوف في الصفوف. أنا أفترض أن لديك بالفعل تصوراً للفيديو. المسابقة ستكون شرسة جداً. أجل، خطر لي حالما رأيت هذا الفستان الأحمر الرائع في طريقي إلى هنا. أوه، أخبريني أكثر. كل عضو من الرينبوز سيرقص بأسلوب مختلف، الفلامينكو، هيب هوب، بالي، وسنرتدي أزياء تطابق كل نوع من تصميمي بالطبع. يبدو كتصور جيد جدا. أجل، أعتقد أنه جيد إن كنت تطمحين للوصول إلى القمة. شكراً. إذن ما هو تصورك؟ لا شيء، ليس لدينا بعد. ما تعنيه هو أنها مفاجأة، لكنها مذهلة، مميزة جداً. حسناً، أتمنى لكم حظاً سعيداً. وداعاً. أنت أيضاً. أترون؟ إنها خطة رائعة. نكتب الكلمات لأغنيتنا وننسق حركات، ثم يفوز الفيديو بالجائزة المالية وننجح. تجعلين الأمر يبدو سهلاً جداً. هذا لأنها سهلة. حتى فتيات كريستال يوافقونني، يصنعون فيديو أيضاً. حقاً يفعلون؟ هل تلك مشكلة عزيزتي؟ أوه لا، ليست كذلك.
فقط لم أسمع كثيراً عن مدرسة القديمة منذ أن غادرت على ما أظن. حسناً، إن سألتني إعدادية كريستال ليست كهنا، أحب المكان هنا. أترون ما أعني؟ حسناً، قبل أن نبدأ بابتكار حركات الرقص هناك فقط شيء صغير ضئيل بسيط وقليل نسيت أن أذكره. ما هو؟ سوف أحتاج مال التبرعات لشراء خامات الملابس. كم هي قيمة الجائزة الكبرى؟ أكثر من ضعف ما أصلحنا به المخيم. إذن بالطبع يمكنك استخدام المال من أجل الملابس. فلنفعل ذلك، لما لا؟ رائع! طبقاً لحساباتي، إن أقرضنا راريتي التبرعات التي جمعناها سنكسب 4 أضعاف المال الذي لدينا الآن. رائع! جميل! لكن إن خسرنا مسابقة الفيديو سنعود كلياً لمربع الصفر وبدون مال. أي منكم يظن أنها مناورة خطيرة؟ أعني ولا أنا أيضاً. حسناً، إذن من مستعد لتصوير أغنيتنا المصورة؟ هيا! يبدو أنني سأشتري الأقمشة لنصورها من الأعلى مرة أخرى. ريمبو داش، لا تنسي إشارتك عندما تدور فلاترشاي 3 مرات. يفترض أن يكون دوراناً ثلاثياً. أعرف، المسألة فقط. لا أعتقد أنني أستطيع القيام بهذا. بالطبع يمكنك عزيزتي، أنا مؤمنة بك. لما لا تجربي مخالب الجاز بدلاً من ذلك؟ شكراً يا سبايك، لكن تلك الحركات صعبة جداً. أعلم، لو أردنا الفوز يجب أن نتميز. إعدادية كريستال ستفعل حتماً، لديهم راقصون ممتازون وأنتم تعلمون كيف يحبون المنافسة. لما لا ننسى الفرق الأخرى ونعود إلى الرقص؟ فكرة جيدة! أبل جاك! إنها ممتعة! لم أتوقف كل تلك المدة! لنبدأ من دخول ريمبو داش. وأكشن! آسفة يا راريتي. أستطيع إصلاحه، لكني سأضطر للهراء نحو محل الأقمشة قبل أن يغلق. من الجيد أنني استطعت شراء الأقمشة. هذا زي الديسكو الخاص بي وبليء الشوارع توتو. لا أصدق ذلك، لقد سرقوا فكرتي العبقرية. نحن هنا. استلمنا رسالتك، قلت إنها حالة طارئة؟ أأنت بخير شوغر كيوب؟ بما أنكم سألتم، الإجابة لا. سويت وفتيات كريستال سرقوا فكرة أغنيتنا المصورة. رأيتهم يصورونها في المركز التجاري. سرقوا أفكار تصاميمي وكل شيء. لكن الجزء الأسوأ أنهم راقصون بارعون. معضلة كبيرة في الصيف. منزل من أجل معاناتك؟ الجميع يعتمد علي. يجب أن يفوز الفيديو من أجل المخيم. كيف أكون بتلك الحماقة؟ بالطبع قد سرقوا فكرتي، ولكنني قدمتها على طبق من فضة. لا تقسي على نفسك، سيتطلب الأمر أكثر من ألعاب صادقة واحدة لفتيات كريستال ليتعلموا معنى الفوز. ربما كان هذا كله للأفضل. ماذا تعنين؟ فكرتك عن الملابس كانت رائعة، لكن رقصنا ليس جيداً. لا نستطيع أن نخطو خطوتين بدون التعثر. هراء، كنتم رائعين. حسنا،
ربما لستم رائعين، لكن كنا سنقترب من ذلك. والمهم هو أنه ليس علينا أن نتركهم يفوزون، تلك فكرتنا. وسأذهب مباشرة لكريستل ليعلموا أنهم قد عبثوا مع الفتيات الخطأ. من معي؟ لا لا لا، حقاً من معي؟ لا أعرف كيف أصل لإعدادية كريستل. سأذهب، ربما أستطيع تجربة المنطق معهم، كنا زملاء في الصف معاً. تلك هي الروح، هيا بنا. حسناً، أين استوديو الرقص؟ هناك استوديو رقص؟ ألم تذهبي لتلك المدرسة؟ أستطيع إخبارك بمكان المكتبة. انتظري، إنها الموسيقى، وجدتها. يا فتيات، ما رأيكم في أسلوب رقصنا؟ خائفين الآن؟ لا تغيري الموضوع، ساور سويت. لكنك لم تفتحي موضوعاً. أنت أيضاً. حسناً، أنتم تعرفون لما نحن هنا، إنها أغنيتنا المصورة. والآن غيري الفكرة وإلا؟ آسفة، لكن لا نستطيع. ولما لا تستطيعون؟ لأننا نهتم بالفوز. ها؟ وسوف نفوز، لأننا على وشك عرض أغنيتنا المصورة. ماذا؟ هذا لا يهم، لأننا ما زلنا نصور أغنيتنا بنفس فكرتنا. تفضلي، لكن هناك عيب واحد في خطتك الصغيرة. وقتما تعرضون أغنيتكم ستبدون كما لو أنكم قمتم بتقليدنا، لكنها نسخة أسوأ. تلك غلطتي كلياً، كل الأموال التي جمعناها ضاعت، والآن ليس لدينا أغنية مصورة. كان يجب أن أعترف أننا نحتاج لوقت طويل. هل جننتي؟ نحن بارعون في إنجاز الأشياء بسرعة. أعني، انظري إلى بينكي باي، بنت للتو قلعة كاملة من الشوكولاتة أثناء حديثنا. أتريدون قطعة؟ ما أريده هو فكرة فيديو جديدة. إذن لنبتكر واحدة. حقاً؟ أجل، أنا متأكدة أننا إن تعاوننا معاً سنبتكر شيئاً أفضل من ذي قبل. حسناً، إنها تستحق المحاولة. أعتقد أنها تنجح. أجل، لدي فكرة. حسناً، نحن في حصة اقتصاد منزلي. نخبز فطائر التفاح، وبعد ذلك تخرج مخبوزات طازجة، ويحظى الجميع بوقت ممتع. رائع. انتظري، إذا نحن نأكل مخبوزات في المدرسة في الأغنية المصورة. أظن أنني جائعة جدا. ألديكن فكرة أخرى؟ أو أجل، نحن في وسط الغابة ومطاردون من قبل صيادين يرمون أسهماً علينا. وفجأة من حيث لا نعلم يظهر ظل وحش ضخم. انتظري لحظة، أليس هذا المشهد من آخر كتب ديرينج دو؟ أوه أجل، ولهذا بدا رائعاً جداً. لا تهتموا. حسناً، وجدتها. أرجوك قوليها. سنبدأ القصة الآن. القمر، وكلنا سنرتدي ملابس راقصة، وأفكاركم ليس بها رقص على الإطلاق. كانت أفكاراً مضحكة. أحببت فكرتك. شكراً بينكي. أأنت بخير؟ بخير؟ أنا لست
لست بخير. الموعد النهائي للمسابقة غدا ونحن نضيع الوقت. النهائي لم يفد. ما زال باستطاعتنا ابتكار أغنية نستبدلها بشواطئ الياقوت الأزرق التي كنا نتدرب عليها. هذا غير محتمل. لما أخبرنا رارتي أننا عرضنا أغنيتنا حتى يمكننا الاستمرار في استخدام فكرتها؟ رارتي مبدعة، ستبتكر شيئا آخر. إن لم نفعت ليس لدينا شيء. تخيلوا ماذا سيقول زملائنا عنا. سيقولون إنها غلطتنا لأن الحفل سيقام في صالة عرض مملة بدلا من يقدم كما وعدناهم. بالضبط. أوه، لا يريدون أن يخذلوا زملائهم. أرين بومز لديهم فرقة، مؤكد لديهم أغنية ساحقة ونحن لا. ومع ذلك واجهي الأمر، نحن هالكون. أرجو المعذرة. رارتي، كم من الوقت كنت هناك؟ وقت كاف لأسمع أن ليس لديكم أغنية. كما قلت هالكون. ربما لستم كذلك. أعلم أن فريقينا لم ينسجما معا بشكل جيد، لكن أظن أن لدي حل حيث يفوز الجميع. نحن نستمع. إذن ما هي خطتك الكبيرة التي تحمست لها؟ أليس هذا ما تستخدمه فتيات إعدادية كريستال في أغنيتهن؟ هو كذلك، ونحن أيضاً نستخدمه. يا فتيات، فلتخرجن. إنه صعب التصديق، لكن فتيات كريستال علموني أن المنافسة لن تفيدنا أبداً. ورارتي ساعدتنا على إدراك أن الفوز كان الشيء الذي يواجهنا. لم نهتم حتى إن سرقنا لتحقيق ذلك، لكن هذا ليس نحن بعد الآن. فتيات كريستال سيساعدونا في حركات الرقص إن ساعدناهم في الأغنية. دمج مواهبنا أكثر شيء منطقي لفعله. سوف نبتكر أغنية مصورة معا. إذن ما رأيكن؟ مشتركات؟ أفضل فكرة، أغنية مصورة على الإطلاق. يمكننا إعلاميكم بكلمات أغنيتنا. لكنها عن الرينبومز، ليس هناك شيء عنا في الكلمات. ومع ذلك أتريدين مساعدتي في التعديلات؟ أيشارك أحد في الموسيقى؟ لأدربكم على بعض حركات الرقص. الموسيقى أولاً. الرقص. الموسيقى أولاً. الرقص. قلت الموسيقى. الرقص. الترتيب لا سلطة له. أجل. أضواء! كاميرا! أكشن! أشعر به يتحرك داخلي، الإيقاع يتملكني على وشك الاندماج. مليون وامضة تتألق في الغرفة، هيا أعطيني موسيقى إنهما نبحث عن سحر الرقص. إذا يتملكك جسمك يتحرك، تنسى
هو لدينا مال كافي لجعل مخيم إيفرفري جديد. سنقيم حفلنا الربيعي على يخت. من مستعد لسموذي لأمة أورنج المشهور؟ راودتني فكرة عبقرية للتو. ربما يمكن لفتيات كريستل تعيين فريق ناجح لحفل الربيع. طريقة جيدة لعرض حركاتك. هذا سيكون مذهلاً. ستكون لدينا معضلة للتعامل معها. أولى، ما هي؟ معرفة ما سوف نرتديه؟ لدي بالفعل بعض الأفكار، سأشاركها معك. هذا جيد.